احنا وجودنا في صناديق الاقتراع هو اظهار للجميع بان حركه مجتمع السلم لن تخرج من السياسه. لن يستطيع احد ان يخرجنا من السياسه، فاذا لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون ضمان نزاهه الانتخابات هو الشرط للمشاركه، ونحن لم نقل هذا الكلام في اي يوم من الايام. لو كنا نضمن، لو كنا نربط مشاركتنا في الانتخابات الرئاسيه بضمانه النزاهه لما شاركنا في الانتخابات التشريعيه والمحليه.